النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين مشرق. يعني يا جماعة ناظروا الوصف، قال ما يتبين فيها، يعني هو ألقى الكلمة ما تبين فيها، أصلا هو ما تفكر ولا تدبر في العبارة، عرضت له على ذهنه واستحسنها والقاها، يعني رأى أن يعني الموجودين ممكن يضحكون من هذه العبارة، وقد يكون فيها شيء من المعرة على كلام الله أو على رسول الله أو شيء من الشرائع. إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق.